ويا معشر المسلمين، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فارحموني وارحموا أنفسكم، أفلا تعقلون؟ ويا أحبتي في الله، أقسم بالله العلي العظيم، إني الإمام المهدي من الصادقين، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولا تكذبوا بالبيان الحق من ربكم حتى يتبع أهواءكم، وما ينبغي للحق أن يتبع أهواءكم، حتى ولو ارتد الأنصار جميعا وكافة الإنس والجن عن اتباع الإمام المهدي، لما زادني ذلك إلا تمسكا واعتصاما بحبل الله القرآن العظيم. وعلى كل حال، لأن استمر تكذيبكم للبيان الحق من ربكم إلى ليلة طلوع الشمس من مغربها، فاسمعوا وعوا ما يقول الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، فإنه لن ينفعكم حين طلوع الشمس من مغربها إيمانكم بالقرآن العظيم والاستجابة لدعوة الاحتكام إلى القرآن العظيم، ولن تنفعكم التوبة إلى ربكم ليلة مرور كوكب العذاب. وتلك سنة الله في الكتاب على الذين من قبلكم، لا ينفع الإيمان بكتاب الرحمن واتباعه حين وقوع العذاب، فهي سنة الله في كافة القرى الذين كذبوا بدعوة الحق من ربهم.